أمنية كرز. هدف. انظري روزي، إنها ورقة برسيمة رباعية. لين، أنت محظوظة. تمني أمنية وستتحقق. تتمنين أمنية وتتحقق؟ بالطبع أنتما لا تصدقا هذا. لكن سأذهب إلى فكري. إلى اللقاء. حسناً، أنا أثق أن أمنيتي ستتحقق. وأمنيتي هي أتمنى أن تتحقق كل أمنياتي الجميع اليوم. هذه أمنية رقيقة. أنا متحمسة. التلهف لمعرفة من سيتمنى أمنيته أولاً. حسناً، هناك الكثير لأتمناه. أعرف يا رومبا، لكن لا أريد أن يخيب أمل لين. علينا أن نساعدها يا رومبا. كيف؟ لو أننا ساعدنا الجميع في تحقيق أمنياتهم، سيعني هذا أن أمنية لين تحققت أيضاً. هيا. لو تمنيت أمنية، ماذا ستكون؟ أريد قضاء يوم جميل مع كل أصدقائي. وماذا عنك؟ دعيني أفكر. أهلاً بينون، ماذا تفعل؟ أهلاً يا لين، سوف أشذب الأشجار، ولدي الكثير من المهام لأنجزها في البيت. هذا يعني أنه لا فرصة لدي لري الحديقة اليوم. أتمنى أن تمطر قريباً. لا تخف، أنا متأكدة أن أمنيتك ستتحقق. أتمنى ذلك، لأن كل هذه النباتات ستشعر بالعطش لو لم تمطر. لكن كيف نجعلها تمطر؟ لا سحب هناك في السماء. إذن أنا وأنت يا رومبا سنلعب دور السحب. رومبا، آسف، لم أقرر بعد ماذا ستكون أمنيتي. رجل فضاء أم غواص ماهر؟ كلا، أتمنى قيادة سيارة سباق. يمكنني التمرن على سيارتك. فروم 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 فروم. أمامي الكثير لكي أفعله اليوم يا لين. بسرعة، سيكون من الجميل لو تحققت أمنيتي، لكنني أخشى. رائع، هذا مذهل. لابد أن السماء أمطرت بسرعة. أرأيت؟ أنا أخبرتك أنها ستتحقق. معك حق، والآن أستطيع إنجاز أعمالي التي في الداخل، فنباتاتي غير عطشانة. شكرا لين. على الرحب. إلى اللقاء. نجحنا، نجحنا في تحقيق أمنية بينون. هيا فلنرى أين ستذهب لين. والآن أمنيات الجميع تتحقق، وهذا جميل. حسناً، في هذه الحالة أتمنى أن تتوقف الحكة في جذعي. وهذا الجو الجاف يجعلني أرغب بشدة في الحك. هذه أمنية سهلة التحقيق. أظن أنني غيرت أمنيتي. خبير جودة في مصنع للأرجوحة الشبكية. حسناً فكري، أمنيتك سوف تتحقق. لا أصدق هذا، لكن اليوم أمنيات الجميع كانت تتحقق. حسناً، في هذه الحالة أتمنى أن أرى فيلاً في هذا المكان اليوم. ستقابله. أنا معي ورقة برسيمة رباعية، وتمنيت أن تتحقق أمنياتكم جميعاً. حسناً، أنا متلهف للقاء هذا الفيل. كرز، تعال بسرعة، هناك فيل عند تل فكري. ماذا؟ لكن قبل ذلك ارتدي عصابة العينين هذه. لماذا؟ هل ارتديت عصابة عينين؟ لا، لكن يصيب الفيل الخجل حين ينظر إليه الكثيرون. مستحيل، أنت تحاولين أن تخدعيني. يجب عليك أن تصدق الأمنيات لكي تتحقق. حسناً. وصلنا في الوقت المناسب. أسمع صوت فيل قادم. أنا لا أسمع أي لحظة، أنا أسمع صوت خطواته. هذا صحيح، ها هو آت. هل تشعر بذيله؟
نعم، أشعر رائع. تعال هنا والمس قدمه. قدم الفيل. هذا صحيح. أتعرف؟ أظن أن الفيل يعاني من حكة شديدة في قدمه. حاول أن تحكها. أسفل قليلاً، أسفل قليلاً. نعم، الفيل يحب هذا. يبدو أن الفيل سيصدر صوتاً بخرطومه يا قرز. رائع. الآن سيقوم برش القليل من الماء. أظن أنه قد حان الوقت ليرحل الفيل. أوه لا، إلى اللقاء يا فيل، أسعدني لقائك. هل يمكنني نزع العصابة الآن؟ قابلت فيلاً لتوي، تحققت أمنيتي أخيراً. أتى الفيل؟ وأين هو يا ترى؟ أخشى أنه رحل يا لين. لكني قابلته. نعم، تحققت أمنيتي. هذا شيء جميل، ألم أخبرك بذلك؟ من المؤسف أنني لم أرى الفيل لأعطيه كعكة. لا عليكم، علينا أن نأكلها نحن إذن. أظن أن الفيل بالتأكيد يحب الكعك. يحبه للغاية. أوه، ألوان جميلة، كم أحب الألوان. روزي في غاية اللطف. وماذا عن أول مهمة لي كطائر بريد يا لين؟ لست سيئاً ها؟ سأبعث لوحة لروزي لأشكرها. انتظرني من فضلك. يمكنك إرسالها إلى تل فكري يا لين. إرسالها؟ لكن أين يجب أن أضعها؟ ألديك علبة كرتون قديمة؟ بريد. هذا صندوق بريد وليس طبلاً. ما شعورك؟ مرتاح؟ جذر العجوز يدغدغني، لكنني متحمس ولا أمانع. ها هي أول رسالة لك. مرحباً لين، لمن سترسلينها؟ فلتخمن يا فكري. دعيني أفكر. روزي، بينون، كرز، بلبلة، رومبا. أجل، أوه، يجب ألا أنسى. لا يمكن إرسال بريد بدون طوابع. تفكير جيد يا لين. وقت إرسال الرسائل. شكراً فكري. شكراً فكري. أحب إرسال أشياء لأصدقائي، فهذا أمتع بكثيراً من تلقيها. تسعدني خدمتك. كم أتلهف لاستلام رسالتي. ماذا يحدث هنا؟ رسالة لك. ونيس يقوم بإيصال البريد يا بلبلة. إنه أول طائر بريد لنا. ماذا؟ لكنني أطير أفضل منه بكثير. أصلح كطائر بريد أكثر منه. أوه، سوف يبدو هذا جميلاً. أفسح الطريق يا لين، فقد جاء صندوق البريد. هذا جميل حقاً يا كرز. نعم، فلنرى الآن من سيتلقى رسائل أكثر، أنت أم أنا؟ هذا يتوقف على عدد الخطابات التي نرسلها. لا 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 لا. طيري 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 إلى أعلى. يا إلهي، مسكين يا رومبا، لو لم أكن مشغولة الآن لساعدتك. لا أحتاج أي مساعدة. من السيء أنها لا تحرك جناحيها. طيري طيري طيري. مرحبا يا ونيس، يبدو أنني صنعت صندوق البريد في الوقت المناسب. تفضل يا بينون. لو كان يوجد طائر بريد هنا فهو أنا. فلتسمحي لي يا بلبلة، كانت فكرتي أنا. لقد كانت فكرة فكري أيضا. دعكما من هذا، الأمر الهام أن يتسلم الجميع رسائلهم سليمة وبسرعة. وأنا أكثر سرعة منك على أي حال يا ونيس. إذن فلنرى هذا، آخر من يصل إلى عش بطة هو الخاسر. Thank you.
وصلت هنا قبلك. هذا غير صحيح، أخبريه يا بطة. دعكما من هذا، لقد حطمتما صندوق بريدي. اسمح لي، هناك من لديه مهام بريدية لينفذها. يزورونني الكثيرون منذ أصبحت شجرة بريد. أنا أظن أن صندوقك سيصبح ثقيلاً يا فكري. لا مشكلة، أريد فقط أن يتسلم الجميع رسائلهم سليمة. سوف تصلني رسائل كثيرة. وأنا أيضاً. أحسنت يا فكري، هذه أفضل فكرة في العالم. أنت لن تأخذهم كلهم، أريد إيصال البعض. هذه لي، أرجوك يا بلبلة لا تزعجيني. بريد بريد بريد، فكري ليس سعيد. لقد نسينا فكري، كانت فكرته من البداية ولم نرسل له أي خطاب. لا تقلقي، سنفعل. ماذا سنفعل يا روزي؟ هيا فلتحضري ورقا وألوانا يا لين. لا تنسى الطابعة يا رومبا. مستعدون؟ 1، 2، 3. هيا. ما هذا؟ بريد لي أنا؟ وهذه أرسلت لك من بينون. لم أتلقى رسائل من قبل، هل تساعدينني في إرسال بطاقات شكر؟ بالطبع، أنت أفضل شجرة بريد في العالم كله. أحسنتم جميعاً، لقد انتهى الحصاد يا رفاق. يا إلهي، انظروا إلى هذا. بعض الفواكه والخضروات للأسف أتلفها الصقيع. ماذا سنفعل بكل هذا؟ يا للخسارة. لا تقلق يا بينون، ربما بعضها لم يفسد. ليست جميعها تلفة، هناك بعض الفواكه والخضر الجيدة بينها. هذا البرقوق طعمه لذيذ. السيد والسيدة موردي والسناجب، ماذا يفعلون يا ترى؟ بسرعة، يجب أن تأتوا لتروا هذا. عائلة موردي ألهمتني فكرة. رأيتم؟ أنا لم أفهم. سنصنع بها أريكة؟ لا، ليس تماماً. بما أنهم ابتكروا استخدامات جديدة للفاكهة والخضر، إذن يمكننا التفكير في طرق لاستخدامها. لكنها لينة يا روزي. أجل، لكن ربما هذا ليس شيئاً سيئاً أبداً. هيا يا بينون، ساعدني في حمل الخضروات اللينة إلى بيت اللعب وسأريك. حسناً يا روزي. حاول استخدام أكبر كمية ممكنة من المحصول، يمكننا بهذا أن ننجح موسم الحصاد. مستعدة يا روزي؟ عظيم، فلنذهب. أنا أعرف ماذا أفعل بهذه. ماذا ستفعل بكل هذا يا كرز؟ سوف ترى يا رومبا. حسناً، يبدو أنني سأكون رئيس الذواقين وحدي هنا. شهي. لا 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 لا
رأيت الرسم بالبطاطا من قبل مرات كثيرة جدا. ليست كهذه. ماذا تفعلين؟ سترى. رائع. ها هذا مدهش. ياه. اقترب موعد حفل الحصاد يا بينون. أجل. ما الأمر؟ ألست متحمسا؟ حسنا، بالتأكيد من الرائع أنك نجحت في استخدام بعض من الفاكهة، ولكن ما زلت مستاء بشدة لخسارة المحصول. أنا أكره الخسارة. طردت العجينة كما طلبت مني، ولكن أظن أنني مستعد لأفعل ما تريدينه الآن. انتظر. رائع، منزلي وحديقتي رائعان يا لين. كيف فعلت هذا؟ لقد قمت باستخدام البطاطا. البطاطا؟ أهلا إلى حفلك المتميز للحصاد يا بينون. لكن ماذا عن بقية الخضروات؟ أين اختفت كلها؟ إنها هنا في الفطيرة الضخمة. حقا؟ نعم، لين ساعدتني. أرأيت يا بينون، لم تبدو الفواكه والخضر جيدة، لكنها كانت صالحة للأكل. تفضل تذوقها. حسنا. شهية، هذه أفضل فطيرة خضروات تذوقتها. هيا فليبدأ الحفل. لكن أين رومبا؟ لا يمكن إقامة الحفل من دونه. اطمئني يا روزي، سنجده. انظروا، بذرة برقوق. لقد كان رومبا يأكله في الصباح. قلب تفاحة؟ وأنا أيضاً وجدت بقايا جزرة. لابد أنها إشارات. بسرعة فلنتتبعها. مرحباً بكم. يا رومبا، انظر ماذا فعلت من فوضى. أنا آسف، يبدو أنني أحدثت فوضى. أعتذر عن الفوضى يا بينون. لا بأس يا رومبا، ذكرتني بأن الفضلات أحياناً تكون مفيدة. الفضلات؟ كيف؟ بسيطة، لو جمعت هذه البذور ونوى الفواكه وزرعتها، سيكون موسم الحصاد القادم أكبر. رائع، فكرة جيدة. وبقية الفضلات ستتحول إلى تربة جديدة اسمها سماد لتغذي النباتات. إذن لم نخسر أي شيء في موسم الحصاد يا بينون. لم نخسر شيء، والآن الموسم القادم سيكون أكبر من هذا. رائع. وقت الاحتفال. لا نحتاج سوى الموسيقى. يا إلهي، ليست هذه الصافرة. ماذا تفعل هنا يا إد؟ إنها تعمل. هذا أفضل حفل للحصاد. شكراً يا روزي. لم نخسر أي شيء من المحصول يا فكري، وصنع رومبا سافرة بالجزر، أليس كذلك؟ يبدو الأمر ممتعاً. رومبا، لا أصدق أنت ما زلت جائعاً، ألم تشبع؟ كدت أنتهي. أغمضي عينيك يا روزي. تدا! عقد من بذور البطيخ؟ رومبا، إنه يعجبني. أشكرك. أنت لن تأكل هذه الثمرة بالتأكيد، أليس كذلك؟ لا تقولي هذا، هذه متميزة، كنت أدخرها. لماذا يا رومبا؟ سوف أصنع منها طبلاً جميلاً.